يا ويلي شو اشتقت لبيتنا القديم. ايش تنقي يا اختي؟ بكره بتتعودي. دقيقاً خذوا مني البنت بدهم ياكلوا، خذوا هلا عنا جوع مع السيف حدا لحقني. بعيدوا براس الطلعه. دقيقاً خذوها. اشربي. ليه حسك خيفاني مني؟ ما تخافي، انا ما بسرق شرف بنات العالم. اشربي. هيدي بنت حرام؟ مين اللي اعتدى عليكي منهم؟ البي او ابنهم او حدا من كلابهم؟ هيدي مش بنتي، هيدي بنت مرا أرملة معترة قتلولا جوزها من 5 سنين لأنه البيك الصغير كان حاطط عينه عليها. ركبوا له تهمة للمعتر وقتلوه. أرملة ومع طفل عمره 10 سنين، والبيك فايز بيروح وبيجي لعنده وبينام معه ساعة اللي هو بده، وهي مش قادرة تقول له لا. حبلت وخلفت وما قدرت تخبر حدا، لأنه إذا البيك الكبير عارف إنه منتورة جابت بنت من ابنه بيقتلها وبيقتل البنت لحتى يغسل العار. وهو قصد البي بيعرف؟ أكيد بيعرف، ولا إذا بدك استر عليك ما تخلي أهلي يعرفوا. خلفي وخبي بنتي لكنت أنا زبطت لها أمورها. كيف بيقدر بي يتنازل على بنته من لحمه ومن دمه هيك بهالطريقة؟ حاصله أمي أصحاب مع نجوى وعساف، وبما أنه هن ما عندهم أولاد قالوا بيهتموا بالبنت، لكن الله فرج علينا. وكيف الله بده يفرج عليكم وأنتوا عبيد للبكوات؟ وكيف الله بده يفرج عليكم وأنتوا جبنة وضعاف؟ بيجي ابنهم بيعتدي عليكم ساعة اللي بده ووقت اللي بده، وما حدا منكم بيسترجي يفتح تمه. أنا ما حدا بيعتدي على شرفي، وإذا حدا بيفكر يجري بقتل حالي قبل ما يحط إيده علي. شايف هيدا الكيس؟ هيدا الكيس فيه سم، السم اللي منستعمله للحياة والعقارب. لما حدا يفكر يعتدي علي بياخد منه وبرتاح. عادي عادي عادي. عارفي شو؟ انت بنت كتير حلوة، تركينك بسلام لهلا. لأنهم بيعرفوا إنه اللي بيقرب علي بقتله وبقتل حالي. بيخافوا مني. وبذات الوقت أنا ما كتير بظهر من البيت. ما بخلي الناس تشوفني. من البيت على الشغل ومن الشغل على البيت. أنت إنسان. والإنسان الله خلقه حر، تكوني حرة ورفض العبودية. أنا صار لازم روح شوف منتورة وين صارت. ما قلتي لي شو اسمك؟ فوتون. أنا اسمي فوتون. وأنا نورس. إيه تشرفنا نورس. اختي وجوزها ساكنين فوق بالبيت.
وأنا بشتغل وعيش هون بالمشغل. عندي خشب وفخار. بنزل على بيروت وأوقات على الشام، وكمان بصدر على فرنسا. خلصت؟ لأنه أنا صار لازم أمشي بسرعة. بس اديني ليل وما رح خليك تروحي لحالك. أنا بوصلك. ماشي الحال خيي. البنت صارت بإيدان أمينة. وأكيد نجوى وعساف رح يحطوها بعيونه. الحمد لله. كتر خيركم. كتر خيركم. أنا ليليا أخته لنورس. أنا فتون. ليليا كتر خيركم. بتشكركم. خاطركم. لوين رايح خيي؟ راجع راجع ما رح تأخر.